نحن الآن في مدينة إدلب وتحديدا بالقرب من جامع شعيب، حيث تعرضت هذه المنطقة حيث نحن الآن إلى قصف بالقنابل العنقودية من قبل طائرة حربية روسية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مما أسفر عن سقوط شهيدة سيدة وطفلتين صغيرتين وسبعة إصابات بين صفوف المدنيين بحسب المصادر الطبية، وأضرار خفيفة لحقت بالممتلكات العامة هنا في هذا المكان. هذه القنابل العنقودية انتشرت على مساحات واسعة في هذه المنطقة، مما أدى إلى يعني تهجير الكثير من أهالي هذه المباني السكنية بالقرب من جامع شعيب. نلاحظ هنا يعني مخلفات إحدى حاويات القنابل العنقودية، ربما تكون محملة ببعض القنابل العنقودية وربما تكون خطرة للغاية، مما أدى إلى إفراغ هذا الحي بشكل كامل من قاطنيه. يذكر في سياق متصل أن العديد من الغارات الجوية نفذتها الطائرات الحربية الروسية والسورية على العديد من القرى في جبل الزاوية، وأيضا تعرضت مدينة معرض مصرين لغارة جوية من قبل طائرة سو 22، وأيضا مدينة بنش، وأسفر ذلك عن سقوط بعض الإصابات بين صفوف المدنيين ودمار هائل أصاب الممتلكات العامة في ظل هدنة مزمعة ما بين الثوار وقوات النظام. لكن المجريات على الأرض تشير إلى عدم التزام قوات النظام وحلفائها الطائرات الحربية الروسية بوقف إطلاق النار أو الهدنة، ولا يتعدى هذا الاتفاق على ما يبدو كما يقول مراقبون حبرا على ورق. أنس تريسي، أورينت نيوز، مدينة إدلب.